اداء ضعيف، اداء ضعيف وما عجبنا حتى حاجه، وحتى حاجه ما عجبتنا، لا خطه لا لعابه لا حتى حاجه. والاهلي قوي علينا، وهذه هي الرياضه. ما 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 شفنا والو، ما شفنا والو خويا. والسلام عليكم. بالنسبه للتقييم ديال المقابله اليوم، نظرف لوجيك ان المدرب كان هو اللي تقبنا في الدوزيام ميطا. برميطا كانت كيقول لك برميطا ديال اللعابه ودوزيام ميطا ديال المدربين. انا ما عمري انتقدت المدرب المدير الكبير، ولكن هذه المره اول مره غادي ننتقدو. دوزيام ميطا ما جاش، برميطا كانت مزيانه، وصلنا البوطو، ضيعنا اوكازيون اللي كانت سانحه للتسجيل. بحال هاد المقابلات هادو كتكون خاصها تجيك ربع محاولة أو لا نصف محاولة كتسجل، راه كما هما راه جاتهم نفس محاولة سونتراج كرة ميتة تماركا عندنا البيت. حنا وصلنا حتى البوطو، ما هي مرة ما هي جوج برونات، ولكن ما درنا ما 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 ترجمناش الأهداف. بالنسبة لدوزيام ميطا، دوزيام ميطا ما شناهاش، دوزيام ميطا ديال اللي كنقولوا حنا ديال المدربين ما شناهاش. واش أنت معول باش تكسر بواحد زيرو؟ أنا باغي نجيب نتيجة الرباح ولا نجيب تعادل، خصني نهاجم باش نجيب تعادل. وأنت باغي ترجع للور عن طبيعة الحال غادي تخسر. الحمد لله عشان نقول لك الله يلطف بينا وصافي. هادشي اللي كنشوفو حنا دابا في الراجا راه ما نسال. التحكيم اليوم كان مزيان، نضرب في لوجيك، التحكيم كان مزيان اليوم، كان عادي. والعصبة الا بغيتي تلعب عليها ولا بغيتي ديرها خصك ليها قوامها. راه لا يعقل صاحبي، انت كتلعب مع فراقي في بروميان سيري في البطوله، فراقي مهددين بالنزول، كتخسر معاهم. انت خسرتي مع الحسنيه، تعادلتي مع الجديده في الجديده، كاع الماتشات اللي كتكون خارج التيران كتخسرهم ولا كتجيب نقطه. واش هذه هي الرجاء؟ راه ما يمكنش يا صاحبي. وانت غادي تجي نجي دابا حتى الاهلي، وغادي نهضر على الاهلي، تيقول لي راه من باك طاح، تيقول لي راه من الدار خارج مين. راه في لوجيك. المدير الكبير خاصو يجمع معنا راسو، اللعابه خاصهم يجمعوا راسهم، فهمتيني. برومير ميطا لعبناه في القاهره، باقي لنا دوزيام ميطا ان شاء الله غنلعبوها في ستاد دونور، وديك الساعه احنا معاكم. غادي بغيتو التيران يدور ماشي غيدور، غنقلبوه احنا كاع داك دونور، ولكن كونوا معنا رجاله. راه الحل، الحاجه الوحيده اللي بقات عندنا هذا العام هو العصبه. نتمناو من الله، نتمناو من الله اللعابه يكونوا رجاله ويتأهلوا لنا النصف النهائي، ولما لا نمشوا النهائي وندوا العصبة. تنتمناو، حنا عندنا الأمنية واللي دار الله مرحبا بها. أولا رمضان كريم على الأمة الإسلامية. فبخصوص المباراة ديال اليوم مع فريق الأهلي، فيعني الشوط الأول يعني كان في المستوى، يعني الكل استبشر خير على أنه الفريق يعني غادي يقدم مقابلة كبيرة. يعني 45 دقيقة أولى كانت مثالية، ولكن صراحة الشوط الثاني فكان أداء كارثي. كنحمل المسؤولية للمدرب مونديك الكبير اللي صراحة أساء التعامل مع هذه المقابلة، خصوصا في الجولة الثانية، لأنه تسجل عليك هدف الدقائق الأخيرة من الجولة الأولى. ما عرفتيش أنك كما كنقولوا المدرب راه خصو، راه هذا هو الدور ديال لونترينور، خصو يحمس اللاعبين ويكون واحد الكوتشينغ في المستوى. للأسف يعني الهدف سناو لعب يعني على الجانب النفسي وديموراليز اللاعبين. المدرب ما عرفش يتعامل مع في الشوط الثاني، التغييرات يعني كانت كارثية. سي فري الناهري علامة استفهام بطروحة، أنا وليت كنقول واش الناهري واش لاعب معنا ولا ضدنا، لأنه لاعب كيتمشى في الكولوار دروا، يعني ما دار حتى كرة، ما دارها جميع الكرات في فريق الأهلي المصري. فطن البوان فيبل اللي كانت عند الرجاء اللي هي الناهري، وبقاو كيلعبوا من ديك الجهة ديالو. يعني كوتشينغ سيء للمدرب، تغييرات تنوف الزروني والحافظي جاو متأخرين شوية، ما دخلوش اللاعبين في المقابلة. صراحة ما كناش كنتظروا هذه النتيجة هذه، ولكن قدر الله ما شاء فعل. يعني اختيارات سيئه للمدرب، اساء التعامل مع هذه المقابله. يعني وهذا الشيء كنحملوا لرئيس الفريق، يعني اللي صراحه تلقى ما كاينش شي رئيس خدا الدعم اكثر من هذا السيد هذا اللي كاين اليوم، ولكن راه ما بينت لينا والو. راه شفناك غتعلق علقوني من لساني غنعطيها دمي، راه ما شفنا والو السي البدراوي. ماشي هذه هي الرجاء اللي وعدتينا بها، وما شفنا العود ديالك كلها كانت كاذبه. ما بغيتش ندخل في شي بوليميك اخرين. شوف بقى 90 دقيقه ان شاء الله غنتفائلوا وغنشجعوا اللاعبين واللوغو فقط، ما كاين لا رئيس ولا حتى شي حاجه، كاين اللوغو واللاعبين. ومازال ثقتنا في الرجاء ان شاء الله، هنا ان شاء الله في الروتور وغنتقاتلوا ان شاء الله، وربي كبير ومازال الروتور ان شاء الله. بالنسبه للتقييم ديال اللقاء، اول حاجه اللي المساله اللي غادي يمكننا نقولوها ونقولوها بكل صراحه، رئيس ومكتب ضعيف. من بداية الموسم
السينيال دالار مدق بان الرجاء غادي تعاني هذا الموسم لي ريكريتمون ديال لي جوور باي مقياس جلبتي بعض اللاعبين كاينين اللي عطاو كاينين اللي ما عطاوش كاين اللي استغنيتي عليهم كاين اللي خليتيهم هذا من الاول ثانيا على اي اساس ومعيار جاي مدير كبير واش مدير كبير ما درب حتى الترجي ما درب حتى الاهلي ما درب حتى الزمالك جا المغرب ما قدرش يربح اخر يبقى ما قدرش يربح هاي بالله حتى اللي زيكيب اللي يلعبوا على الهبوط وليتي نتايا بكلاسي سيزيام النيفو ما كاينش لو ريتم ديال لي ماتش كنشوفوا الرجاء كي كتعاني بلس الكاتاستروفيك كتجي امام الاهلي وكدير دي زيرور علاش الحافظ يبقى باي معيار ما عندكش مونور دو جو خابه وسط اربعه ديال لي جوار كيدور شكون اللي غيعاونو شكون اللي يمد ليه الهبطي كيبقى يدور عنده ديك الشعيره وكيبقى يدور ما عندوش لا فريشور فيزيك ما كيعرفش يبينيتري هادو جوج تروازيام شوز لا فريشور فيزيك ديال اللعابه ميتين ها الثالثه الاهلي عبروك وعرفوا البوان فور بوان فيبل تروازيام شوز انت سي لونترينور باش دير تقييم دوزيام ميتون تبدلت شيما تاكتيك لي شونجمون ما نديرش لي شونجمون معطلين انت منهزم بواحد مي منهزم بواحد شيما تاكتيك باينه خلي خابه زيد اتاكون زروني زيد حافظي مانور دو جو وتلعب 3 كتروا 3 انت ما بديلو سي انت كتقول الاهلي واجيو ماركيو عليا انا كنهدي لكم لدا دابا الان انت تحطيتي في موقف اخصاء باين انا كنت شي معززه نقولوا ما غادي يبان بيد واحد 2% ثالث حاجه المكتب يقدم استقالته منخرطين عندهم الان واحد الحاجه اللي هي مهمه ما يبقاوش يتلعبوا بالجمهور ما يبقاوش يلعبوا بالجمهور الموسم فارط شنا شنو وقع هذا الموسم عاوتاني شنا شنو وقع انا تنقولها ميساج ليكم نتوما هي اللي عندكم كل شيء الرئيس ما عندوش باش الجراه وما عندوش لي كاباسيتي باش يسير الرجاء يحط السويتات ويمشي بحال هكا السلام عليكم ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سي تي في